استحداث قاعدة صناعية حقيقية للأجهزة الكهرومنزلية وقاعدة للتصدير نحو الأسواق الخارجية. هنا وحدة إنتاج الثلاجات بولاية برج بوعريريج التي تقدر طاقتها الإنتاجية 8000 وحدة سنوياً بتقنيات حديثة وتكنولوجيات عالية الدقة. هذه الورشة متكونة من 3 وحدات إنتاجية تشغل أكثر من 1000 عامل. الورشات الأولية اللي يتم فيها تصنيع المواد النصف مصنعة اللي تدخل في الثلاجات والمجمدات. بدينا أولا قلنا صفائح البلاستيكية، عندنا ورشة تحويل الصفائح المعدنية وطيلاء، يجيونا ثاني لاطول تاعنا نديروا لها البنشينغ البندينغ اكسيتيرا باش تولي لنا مادة نصف مصنعة باش نصنعوا بها المجمدات والثلاجات تاعنا. عندنا اسيرونس كاليتي وعندنا لو كونترول كاليتي. عندنا لو كونترول كاليتي هو يراقب مواصفات المنتج في جميع المراحل، الاسيرونس كاليتي هو يراقب المنتج. واستجابة لمتطلبات السوق المحلية والدولية، مشروع وحدة تصنيع ضواغط التبريد وملحقاتها بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين وحدة سنويا بمعايير دولية. الضغط يعتبر قطعة أساسية في تكوين الثلاجة، إذ قبل تركيب الضغط نعمل على تجريبه في المقابر لتأكيد جودته وفعاليته في العمل. الضغط يعمل بمبدأ كهربائي كلاسيكي. المشروع هذا بطاقة إنتاجية أكثر من 4.7 مليون وحدة سنويا، منها 3 مليون موجهة للتصدير بقيمة 100 مليون دولار سنويا. تحفيز الإنتاج المحلي لهذه الصناعة بجودة عالية من شأنه منافسة العلامات العالمية ورفع نسبة الإدماج بالاعتماد على المواد الأولية المحلية بما يتماشى مع السياسة الوطنية وترقية الصادرات خارج المحروقات.